خاطر اقسم لكم بالله يا البنات اللي تبيض الوجه وعن تجربه حطوهم في اكسيون. والله يا البنات الى الطار ويا الاخوات انا جبتهم لكم اليوم ما شاء الله بكونتيتي كثيره. شوفي لي اختي لي طاجي غاد جداد اللي جابوا لكم كيحمقوا. ديريهم اختي في كوزينه، ديريهم في شومبر، ديري فيهم ديكورات، عرفتوا راه واعرين يا الاخوات. اخر ما كاين يا البنات شوفي لي الكيسان يلا حطوهم لكم يا البنات. شوفوا لي الجديد محمقوني، كاين هذا الموديل هذا، كاين هذا اللون هذا، وكاين هذا اللون هذا، عرفتوا كيحمقوا يا الاخوات. الجديد اختي وباقي سخون يلا كيحطوا يا البنات في السلعه. شوفوا يا البنات عجبتني هذيك، دير فيها كاكاطو، دير فيها حلوه علم زوينه. هاي البنات يلا اختي حطوها لكم اللي خاصها شي طاجين. انا اختي جبتو ليك عرفتو حمقني يا البنات. واللي عجبني فيه هاد اختي كديري في جميع انواع ديال البوطات، ديري في بوطه في كاس بلاك فين ما درتيه كيطيب لك. اول مره كيجيبوه هي البنات وثمن رخيص. اللي باغا تخدم خدمه ديال الحلال مشروع زوين تربحي يا اختي فلوسك تعمري جيبك، انا اختي جبت لك خدمه اللي غادي ترحمي لي عليها الوالدين وساهله مهله، جالسه فوق الكرسي وكتخلصي. يمكنش نجي وما نلقاش الجديد. شوفوا يا البنات اللي في كراسه اختي جداد اللي جابوا لكم، عرفتوا حمقني يا البنات الشكل ديالهم كيجي غزال، وجايبينو لكم بواحد الثمن خيالي يا الاخوات. اللي خاصها شي ناب، هذه هي الفرصه اختي باش تاخذي ناب زوين للصاله ديالك اختي، سوا السديدرات سوا الفوطويات سوا عرفتهم ما شاء الله. حاطين لكم يا اختي نابات كيحمقوا، هذو اختي راه ديال المناسبات الا عندك شي ضيف باغا تحمري وجهك الكاليتي يا اختي، توب زوين وثمن رخيص. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش خباركم؟ شحال هذايا البنات ما بديت لكم شي فيديو من هنا الدخله ديال الدار. قلت ضروري اليوم اختي نبدا الفيديو ديالي من هنا ونمشي واختي نتوكلوا على الله. اليوم اختكم بشره اختي غديكم لواحد المكازا، واحد المكازا يا اختي منافس اكسيو بدون منازع، غير هو الله يستر عليكم قبلوا عليا بهذا الصويط هذا. قلت لي واحد الاخت وابوش واش كنتي يا اختي في شي عرس؟ والله اختي كنت عاكنت في العرس. ايوا اختي اش غنقول لك، هادشي اللي عطى الله وتا قلت الحمد لله شويه ثاني اليوم صبح ليا هكا اختي. ايوا هادشي اللي عطى الله. يلا اختي خليكم معايا نشدوا الطريق البنات، والله القسم تتعجبكم هاد المكازا. غير كيف كنقول لكم دائما البارطاج البارطاج وكومونتير زوين يا احلى اخوات واحلى متتبعات. يلا خليكم معايا. ودابا الزوله ديال اختي جالسين كنتسناو مازال الناس ما حلاتش المكازا، باقي اختي ساده صبحت لا اختي على الصباح قبل البنات ما يحلوا. بغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه زوينه زوينه والله القسم الا زوينه. واحد الفندوطه جربته استعملته وزوين، راني بارطاجيته معكم في الفقره ديال المشتريات. قلت لكم خديته هذه دابا سيمانه باش كنستعملوا البنات، هو هذا الفندوطه هذا لا مارك ديال مايبيلين. واللي عجبني فيها البنات فيه ايكرو ديال الشمس 20 20 البنات، يعني هو كفايه دابا ما كاينش الشمس ولكن دي فوق تخرج ديك الشمس خفيفه، هذا يعني ما تحتاجيش ديري ايكرو ديال الشمس. فوندوطه زوين كيبين لك الوجه ابيض ديال البنات، والله القسم الا كيبين لكم الوجه ما شاء الله. هو اللي دايره دابا دايره كريم ايدغاتاسيون ديالي اللي كنبارطاجي معكم دائما، ودايره هذا من الفوق، هادو بجوج اللي دايره البنات زوين. وقلت والله حتى نبارطاجي مع الاخوات. تقول لي بشرى مني شريتي؟ البنات انا غنخلي لكم الفيديو في اول تعليق، خديته من هذيك المكازا اللي كانت بحر حلات صورت لكم فيها البنات، كنت خديتها من عنده. ولكن هذا سكريني اختي، هذا راه ماركه غادي تلقايها فين ما مشيتي. فوندوطا خاطر اقسم لكم بالله يا البنات اللي تبيض الوجه وعن تجربه، عن تجربه يا الاخوات. قلت ضروري اختي نبارطاجيه مع البنات. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على الفيتامين اللي كنت بارطاجيت معكم، الفيتامين اختي بشرى اللي كتشربي راني بارطاجيته معكم، انا غنخلي لكم التصويره ديالو، راه زوين يا البنات وخصوصا هاد الوقيته. والله يا البنات اللي كيعطيكم واحد لينيرجي ما شاء الله يا البنات، واحد لينيرجي غزاله خصوصا اختي كنضلوا النهار كامل وحنا نتجارو، راه ما تعوليش اختي على البطاطا والخبز اللي غادي يعطيوك لها فورس ولا والله ما قفلتي لا فورتي. ضروري تاخدي اختي واحد الفيتامين زوين، هاد البنات ما غاليش، كننصحكم تاخذوه من باغا فارماسي، ما تاخذوهش من الفارماسي، الفارماسي كيكون غالي.
من باغا فارماسي يا البنات. وبالنسبه للناس اللي كاينين في ليو خذوه من ديك لا فارماسي اللي كاينه في تقريبا في زيرو في الايطاج زيرو في غير تشو في الايطاج الاول البنات فهمتوا، راه كاينه لتحت كاع هذيك لا فارماسي زوينه كاينه تحت بريمارك هذيك كيكون فيها اي حاجه رخيص وراه عندهم البنات. وبالنسبه للاخوات اللي ماشي في ليو سيروا لباغا فارماسي كيتباع فيها كلشي رخيص، وهذا الفوندو طار غادي تلقاوه في كلشي البنات. لا مارك ديال مايبيلين والله القسم الا زوين. ايوا اختي دابا نتسناو فين ما تحل اختي المكازا ديالنا ندخلو اختي نتوكلوا على الله ونبداو على بركه الله اخواتي الجوله ديالنا. قولي اختي بشرى فين جبتينا؟ جبتكم المنافس اكسيو بدون منازع اختي، والله القسم اختي لا منافس اكسيو، جبتكم الجيفي يا البنات. عرفتوا ما شاء الله جايبين لكم واحد الجديد، واحد الجديد اختي هو على جيت كنجري اليوم الثلاث والله القسم الا جديد كيحمق. شوفوا لي هذا الايطاجير هذا يا البنات، عرفتوا راه ما شاء الله ما شاء الله راه بحالو يا البنات جابوا جديد في اكسيو. شوفي لي اختي كي تيجي تحطي فيها هكا ديكوغاسيون ديري في كوزينه ديري في صاله في مدرسي هي البنات. شوفي لي اختي الجديد كيحمق. عرفتوا الناس مازال ما علقوش لي الثمن، انا غنسول وغنقول لكم جديد اختي وباقي سخون. عجبوني حتى هاد البواطات هادو عرفتوا فنين يا البنات. شوفي لي اختي الجديد جديد وحصري عند اختكم بشرى. بواطات اختي هادو ديال الاكسسوارات عرفتوا الشكل ديالهم كيجي غزال يا البنات، حمقوني حمقوني هادو اختي راه الجديد ما شاء الله. شوفوا يا البنات الكيسان عرفتوا راه حمقوني والله يا البنات الا هادشي راه كيسطي يا البنات. شوف كيجيو جوج ديال الكيسان هادو كيجيو بالتركوا فنين فنين. كاين هذا الموديل هذا شوفي لي اختي الغوز بيبي عرفتوا راه كيحمقو كيحمقو لا نوفيل كوليكسيون اختي ديال جيفي. شوفوا يا البنات الموديلات ما شاء الله، ولكن هادو ما خلوش ليا العقل البنات. شوفوا لي هاد لي لومب هادو راه كيجيو فنين بالبريزه البنات. شي اختي البريز ديالهم وكيشعل فيهم الضو عرفتوا راه على مزيناتهم يا البنات. شوفي لي اختي لا نوفيل كوليكسيو ديال جيفي يلا حطوهم يا البنات. شوفي لي هاد الموديل هذا عرفتوا يا البنات على مزيناتو هادي البنات كتشرجا كتشرجيها ومن هنا كتشعل ومن هنا كتطفى عرفتوا على مزيناتهم يا البنات. شوفوا يا البنات الجديد عرفتوا الزوينه عجبتني الاخوات غزاله يلا اختي كيحطوا في السلعه. راه قلت لكم جيت طايره يا البنات جيت اختي نبارطاجي معكم الجديد. هذه اختي كتجي ديال الكاطو ديري لها 4.79 فنيونه يا البنات كتجي على هذا الشكل هذا كديري فيها كاطو ديري فيها كلشي 4 أورو يا البنات 99 الجديد اختي وباقي سخون. عرفتوا يا البنات حمقوني هاد لي بلاد هادو اول مره كنلقى لي بلاد بالمخده ديالهم البنات. شوفوا لي لي بلاد اختي بالمخده ديالهم جايبينهم لكم في هاد اللون هذا كاين البنات في هاد اللون هذا. بالنسبه للبلاد فيها 130 على 160 سنتيمتر المخده اختي 45 على 45 سنتيمتر. كاين هاد اللون هذا وكاين حتى في الخضيضر بحق اللوينات بالثلاثه غزالين اختي البلاد مع المخده ديالها. شوفوا يا البنات شحال حمقوني هاد الكراسة عرفتوا على مزويناتهم يا البنات. شوفي لي اختي الشكيل ديالهم كراسة كيجيو غزالين ديرك في الشومبرة ديال الوليدات الشومبرة ديالك فنين والله يا البنات إلا حمقوني دير لهم نافوغو 90 نافوغو 90 بنات جيفي راه عندهم هادشي ديال لا ديكوغاسيون ولي موبل ما شاء الله. شحال عجبتني يا البنات هاد الشجيرة هادي عرفتوا راه ما شاء الله كتجي غزالة عجبني ساهد هاد الشجيرة هادي ديريها في واحدة سميتو هكا كيعطي ديكور واعر يا البنات خصوصا فشي دخله ولا في صالون ولا حمقتني يا البنات عرفتي راه طول مني يا البنات والله اختي لا طول مني هاد الشجره هادي. عجبني البنات هاد الفاز هذا كندير 5.99 وديروا له 3 أورو البنات. الشكل ديالو كيجي على مسميناتو 3 أورو والله هي ترخيصه البنات. فيه هاد اللون هذا وفيه حتى النوار البنات شفتوا 3 أورو 3 أورو يا البنات. البنات عجبتني واحد اللعيبه هي هذه يا الاخوات هذا كيجي بحال السطل ديال لابوبيل اعزكم الله ولكن هو صغيور يعني كديريها اختي عندك هكا في الدوش ولا البلاصه فين كتماكي ولا فاش كتنيطوي الوجه ديالك بهذاك القطن هذاك القطن باش كنيطوي الوجه كتسالي اختي ارميه هنايا فهمتوا البنات يعني هذه تخليها غير في الدوش ديالك تقدري ديرها في الشومبره ديالك يعني لي كوطون كتهكا تقادي بهم الماكياج ولا الودنين ولا يعني شي حاجه خفيفه كديريها غير هنا اختي سواء في الشومبره ديالك سواء في الدوش. زوينين هادو والله البنات ما كنلقاهم لا في اكسيو لا في تبلاصه هما حاطينهم لكم في جيفي عجبوني يا البنات. جيبي لكم هادشي ديال يعني مستلزمات ديال هكا ديال
كيتوشوا راه كتلقاي عندهم داكشي غزال يا البنات هنايا في جيفي، داكشي كيكون عندهم غزال يا الاخوات. واش بنيت هذا الانصومبل هذا هو كيجي كيجي فيه هذا مع هذا فين كديري الشيته، وهنا اختي فين كديري الصابونه. زوينين يا البنات، تقدري يعني هكا تاخدي غير جوج، تقدري تاخدي ثلاثه فهمتوا، ولكن كيبقى الديزاين ديالهم غزاله البنات. هذا الموديل هذا جد الاورو 79 البنات. اللي خاصها شي ناب هكا شي ناب زوين، هذه هي الوقيته فاش تشري الناب اختي، والله القسم ديال شي صاله عندك ولا في هذه الوقيته فاش كيقرب راس العام كيحطوا لكم داك الشيء الزوين يا البنات. هذا كيجي هذا اللي كيدار في السونتر ديال الطبله وسط الطبله، شو اختي كيجي على شكل ورده فني، وكتجي ورده 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 علم زوينات ويا البنات. هذا حاط لكم هذا الموديل هذا يدير 15 اورو، كاين علم زوينات ويا البنات، حاط لكم نابات فنين يا البنات اليوم في جيفي، موديلات غزالين يا الاخوات. كاين حتى هذا الموديل هذا كيجي حتى هو زوين ما شاء الله، كلهم اختي دير لهم 15 اورو 99، وهذا كيجي سامبل دير له نافو 99. عندهم الطبلات الدايره، الطبلات الطويله، اي طبله عندك اختي غادي تلقاي. حاط لكم حتى السربيتات هادو، حتى السربيتات ديالهم الاخوات. ما يمكنش اختي نجي لجيفي وما نبارطاجيش معاك المقله العجيبه الغريبه، اكبر مقلات في كي اوروبا وارخص مقلات البنات، راه ارخص مقلات عرفتي، راه كتجي طويله ما شاء الله، وفين ما جيتي اختي كتلقايها. كانت دايره 29 اورو 99 زادوا فيها سنتيم ودايره 30 اورو البنات، والله الا سمان رخيص. انا راه بحالها ولا ما عرفت صغر منك، تبارطاجيتها معكم ب 45 اورو. هذه اختي راه فيها 87 سنتيمتر، كتهز لكم 7 حتى 8 ديال المسمنات. عندي اختها هي البنات والله القسم، هذه خوديها رمضان جاي يا اختي غادي تنفعك، والله يا اختي دا تنفعك. غير حنا كنقولوا مقلات مسمن، ولكن هذه اختي راه كدير فيها كلشي، ها المسمن لي كريب ديري فيها اختي، تبغي ريرات صغار، حريشات، بطبوطات، مسمنات، ديري فيها خضره، دجاج، لحم، اي حاجه يا البنات، وثمن رخيص. كيجوني عليها بزاف ديال الاسئله والله يا البنات، الا كيجوني عليها بزاف ديال الاسئله. هاد لاباري ديال الشباكيه البنات راه قرب وقتها، راه غمض عينك حلا سيدنا رمضان والله يا البنات. غير هو بغيت نقول لكم انا جيفي كنلقاها دائما دائما البنات، ماشي غنقول لكم كنجي اليوم غدا، لا البنات والله ما نكذب عليكم دائما كاينه، يعني كيجيبوها ليدل ولكن مره مره. اما جيفي ديما تلقاها، اجي اختي راه كدير لك رزه القاضي، دير لك اختي دير لك اختي لي بات، دير لك اختي لي هادي ديال الشباكيه، والله البنات الا زوينه. واحد الاخت كانت قالت لي والله اختي انا راه كندهنها بالزيت وكنطرفها، قالت لي عندي سنين ومنين ما وقع لها حتى شي حاجه. ها هي البنات اللي باغا تصايب اختي الشباكيه، انتما البنات 15 اورو 99. باش كيعجبني البنات جيفي كيعجبني بالروبويات الاخوات، والله القسم بالروبويات يا البنات. الحاجه اختي اللي بغيتيها كتلقيها ما شاء الله، كاينه البنات حتى هاد البلانشه هادي انا عندي حتى فهاد القياس البنات زوينه. هادي كتهز لكم جوج ولا ثلاثه ديال المسمنات، حتى هي كطيبي فيها خضيره حوت، انا كندير فيها حتى الكفته البنات، هكا كفته كنعز عليا كنشرملها ونديرها مع بصيله وكنديرها بحال الشكل هكا، بحال هكا كنديرها هكا شويه طويوله وكنديرهم البنات كنستفهم، والله يا البنات عرفتهم ما شاء الله ما شاء الله. كنديرها هكا مع الفخيت وكنديرها مع تندير بودنجان مقلي في الفلا مقليه فهمتي، كتنوعي هكا مره مره كتعجبني يا البنات. كنستف ما شاء الله، ماشي نجي فين نسالي حتى كنبدا نحيد في الصفوفه الاولين في ساعه يا البنات. هذه اش غنقول لكم الاخوات فين هو الثمن ديالها، والله البنات ما لقيت الثمن ديالها. هذه راه ما غاليهاش تقريبا البنات، ما هذه غتكون دايره شي 25 اورو، ما غاليهاش البنات. دوماج ما لقيتش الثمن ديالها، هذا الثمن هذا ماشي ديالها، ديال البنات، هذه راه غارانتي 5 سنين. هذا الكريبيغ هذه 5 سنين البنات، هذه راه ماركه، هاد لامارك هذه راه واعره يا البنات، هاوما فين حاطينها لكم، غارانتي 5 سنين هذه البنات، يعني احتفظي بالتيكيت ديالها لو وقعت لك شي حاجه رديها لهم، 5 سنين، يعني ماركه واعره. هنا اختي كتجي على حسب وي بيغسون، هذه وي على حسب 8 البنات ديال لي بيغسون كتجي هذه. هنا اختي كديري كفيته، هنا كديري اختي لحم، ديري خضيره، ديري اي حاجه، وهنا كيجيو هادو، هنا كديري فخوماج، ديري فنه يا البنات، ومن هنا كتزيدي ومن هنا اختي كتنقصي، الماكسيموم حتى لهنا
فهمتي؟ ولا بغيتي تزيدي تنقصي كتنقصي من هنا، انت كتحكمي فيها. هادي اختي دايره لها 47 يورو، كتجي شويه غاليه ولكن راه ماركه هي البنات، شي حاجه اللي غادي تديها ديال الدوام البنات، ديال الدوام، ماشي تديها اليوم وتخسر لك غدا. فيها 1400 واط البنات، لقيتهم دايرين 50% يا الاخوات. هذا كتمضي به الماسه البنات، هادي واحد لاباري الكتريك كيتخدم بالضو وكتمضي لك الماسه البنات. ها انتم يا الاخوات، الثمن ديالها 12 اورو 99، يعني 13 اورو بحال قلتي، غتبقى لك ب 6 اورو 50. ب 6 اورو يا 50 يا البنات، هادي راه ميزه واعره. هادي اختي راه ياخذوها الناس بروفيسيونال الجزاره الاخوات، هادي راه كتمضي وكيتجمع البريز ديالها شغل البنات بحال الشكل ديال الاسبيغاتور. فاش كنتي تحتاجيها تبغي تمضي الماس، كتركبي اختي البريز ومضي الماس ديالك كاملين وطرفيها، وغتبقى لك اختي غير ب 6 اورو 50. واللي خاصها اختي شي كريبي عرفتوا، راه ما شاء الله هي البنات. شوفي اختي اللي خاصها شي طاجين عرفتوا، ما شاء الله راه ما كانوش كيجيبوهم بحر، ولاو كيجيبو يا البنات الطويجنات. ها انتم هي البنات، قال لك كتستعمليه في جميع انواع ديال البوطات، الغاز بلاك فين ما استعملتي كيخدم هاد الطويجينه. هذا كيجي كبير، الدائره ديالو 30 سنتيمتر، ديروا له 37 اورو 99. حاط لكم هاد البلاك، هادي كتجي زوينه البنات، كتنفع هادي بحال دابا كتكوني الناس اللي عندهم الغاز، شي خطره اختي سالت لك البوطه ديالك. وانا كتنفعني في رمضان ما نكذبش عليكم البنات، كتنفعني في رمضان والله الا رسلتها حتى العدوستي للمغرب، ارسلت ليها شي جات يا البنات وقالت لي يلا زدتيني زدت الثالثه الله يرضى عليك، تيعجبوها هي البنات هادو. ديفوا هكا في رمضان كنحتاجوهم يا الاخوات. هادي راه فيها حتى الخمسه، كتزيدي وتنقصي. ها انتم هي البنات 19 اورو 99، والكريبي غير البنات دير لها 24 اورو 99. اللي خاصها هادي اختي راه ديري فيها الكريب، ديري فيها البخرير، ديري فيها حرشة، ما شاء الله يا البنات. انا راني عندي، انا خديتها من اللي دلا البنات. هادي اختي ديري لها عامين ديال لاكارونتي. كانت واحد الاخت سولتني على هاد هادي ديال الخضره، والله يا البنات الا قالت لي اختي واش راه فين لقاها، ها هي اختي لقيتها لك في جيفي، كيجيو فيها ثلاثه ديال الريوس اختي، ثلاثه كتقطع لك، نوريكم على البنات واش جيرتي يديروا لك هنايا. هنا اختي كدير لك حتى الفخوماج تو البنات، خضره كدير لك على هذا الشكل، هذا دوائر زوينه البنات، فيها ثلاثه ديال الريوس، ثلاثه الاخوات عامين ديال لاكارونتي، ديري لها 34 اورو 99، ثلاثه ديال الريوس. غادي نقول لكم واحد الحاجه وما تضحكوش عليها، والله هي البنات اللي بغات دير مشروع هنايا في فرنسا، انا اختي نعطيك المشروع دابا، خدي لي هاد لاباري هادي وسيري اختي صايبي شري لي ديك السنيده ديالها، بشحال غادي تطلع لك ب 5 اورو كاع اختي، وبيعي الصوفا. والله هي البنات الا فاش كنخرج مع وليداتي وكنشريها لهم، والله اختي الا كنشريها لهم 6 اورو، وتخيلي لاباري هادي غادي تديك سنين ومينين، هاد لاباري هادي باش كتصايبي الصوفا، زائد اختي غادي تشري العويدات من اكسيو راه دايرين غير شي اورو، وديك سنيده دايره غير شي ما كاملش 5 اورو، وها هو المشروع غيخرج لك الزباله ديال الفلوس. تحبي بحال المغرب كيبيعوها لنا بدرهم، وراه هنا كيبيعوها ب 6 اورو يا البنات. انتم البنات اللي بغات دير مشروع، انا والله اختي الا كنهضر معاك بالمعقول، واختي راه كيبيعوها بالغلا، ولا يكون شي بغو كونت ولا شي لعيبه ديريها هكا للدراري وبيعها انت ب 5 اورو نقصي اورو. الا جيت انا ديري لي جوج الاورو جاني الضحك. والله يا البنات الا مشروع ناجح. نبارطاجي معكم دائما هذا الموديل هذا ديال الهاشواره البنات، اليوم لقيتهم جايبين هذا الموديل هذا وعجبني، والله يا البنات الا عجبني على زوينه، كيجيو فيه جوج ديال الماس، جوج البنات. ها انتم الاخوات كيطحل لك اختي البصله، كيطحل لك اختي اي حاجه فلفله، اي حاجه يا البنات. هاشوار اللي خاص عجبني الشكل ديالو البنات غزال، واللي عجبني فيه عامين ديال لاكارونتي يا البنات، عامين ديال لاكارونتي كيهز لكم نص سطرو، يعني ما كيجيش كبير بزاف بحالو بحال هذا، نص سطرو يا البنات، ديروا له 13 اورو 99. عجبني يا البنات واحد الايطاجيغ هذا، فيه ثلاثه ديال الايطاجات زوين، هذا كتستغلي البنات هذاك داك البلاكار اللي تحت لافابو البنات، فهمتوا؟ اللي تحت لافابو كتنظمي فيه اي حاجه البنات، اواني، برودويات، والله البنات الى غزال ما شاء الله، ديروا له 15 اورو 99. هي البنات هاد الحكيكات هادو ديال العطريه كيجيو فيهم جوج البنات زوينين، كتنظمي فيهم هكا لي زيبيس ديالك، تقدري تاخدي دوه، تقدري تاخدي اربعه، تقدري تاخدي سته، زوينين. شوفي لي اختي ديري لهم اورو 69 لجوج ديال لي بيس منظمات اختي هادو ديال العطريه.
دائما كنلقاهم في اكسيون، ولكن اختي دابا ما بقيتش كنلقاهم، والله الا البنات ما بقيتش كنلقاهم. ها هما اللي بغاهم راه كاينين هنايا البنات في اكسيون. هذا البنات راه زوين، هذا ديال الشاربو، هذا ديال الشاربو البنات، الارجيل بالشاربو هذا زوين. وكاين حتى هذا البنات انا خديتهم شحال من مره من اكسيون زوينين. يعني ماسكات كنقول لكم دائما راه ماشي كتاخذي غير ارجيل وكتبقاي ديري فيه دائما، لا نسالي هذا ندير واحد اخر، نوعي البشره ديالك فهمتوا. ولكن انا كيعجبني الطين عامه فهمتوا، الطين زوين الاخوات. هما هذا كيجي شويه، هذا دير له جوج القروض 59، هذا اختي راه ديما في اكسيو كيمبقيتش كنلقاه، اللي بغاها هو اختي في جيفي. عجبوني عندهم البنات حتى الشيلان زوينين، الثوب ديالهم رطيطه يا البنات، دير لهم 4.99 فريمون البنات. جيفي راه اي حاجه بغيتوها كتلقاوها. كنتمنى يا ربي هذه الجوله تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش على خصكم بوجره بواحد الجيم او كومونتير زوين كيف ما عودتوني، او البارطاج. كنبغيكم يا احلى اخوات، وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.